السعودية أن طلب اليابان على النفط والمنتجات المكررة والغاز سيزيد في المدى المتوسط ولن يكون له تأثير كبير على المعروض والطلب العالميين. هل معنى ذلك أن زيادة إمدادات المملكة هي ضمان لاستقرار أسواق النفط في المرحلة المقبلة؟ بالنسبة لما يخص المعروض، لقد قلت سابقا من شاشتكم الكريمة أن لا خوف على كمية المعروض في السوق. ما يجري الآن في الأسواق العالمية هي تخوف لما ستكون إليه الأمور في المستقبل، لكن بما يخص المعروض لا هنالك من تخوف. وإذا أخذنا مثلا ما يحدث في ليبيا الذي لديها النفط الأكثر جودة في العالم، أي الـ API الأكثر ارتفاعا والذي يصل إلى 65، أتكلم هنا عن حقل ألواحة. ففي السعودية هنالك أيضا حقل فيها تصل نسبة الـ API إلى 55، وهي تدل أن النفط هنالك أيضا هو عالي الجودة وهو لايت سويت. فيمكن للمملكة السعودية أن تسد الحاجة لزيادة في النفط إن كان عالي الجودة أم جودة متوسطة. نعم، إذا المعروض لن يتأثر، ولكن ماذا عن مستويات الطلب؟ يعني نشهد ارتفاعا من الطلب من قبل اليابان. أجل، الطلب أصلا كان سيرتفع لأن الولايات المتحدة تنمو أكثر فأكثر، فعجلة النمو ترتفع هنالك، ويمكن أن يصل الجي دي بي في الولايات المتحدة عند 4% هذه السنة. والصين ما زالت تنمو وهنالك بلدان ناشئة جديدة، فأصلا اليابان كانت تعاني من مشكلة النمو، فلم يكن الكارثة التي حلت باليابان كانت ستؤثر سلبا على عملية الطلب على النفط. وألتقي مع ما قيل في السعودية، سيزيد الطلب في اليابان لأجل أعمار اليابان، فكان الصين يزيد فيها الطلب لكي يقوموا بأعمار وبناء الاقتصاد الصيني، وهذا ما سيصبح الآن في اليابان لأنه الكارثة قد حلت، فستزيد من الطلب. لكن ليس يعني إذا زاد الطلب أن سيكون هنالك مشكل في المعروض. زيادة الأسعار التي توقعتها وما زلت أتوقع زيادة أكثر فأكثر هي لأن هنالك نمو في العالم، فأتكلم دائما عن اللايت سبيد أي النفط الخفيف، فما زلت بوليش أي أوبتيمستيك بما يخص الأسعار المستقبلية. نعم، ذكرت إيران أن أي زيادة إنتاجية يقوم بها أعضاء منظمة أوبك كلا على حدة لخفض حدة ضغوط أسعار النفط والناجمة عن الأزمة الليبية لن تحقق الأثر المنشود، ما رأيك بذلك؟ يمكن إعادة السؤال لو سمحت. نعم، بالنسبة لإيران ذكرت أن أي زيادة إنتاجية يقوم بها أعضاء منظمة أوبك كلا على حدة لخفض ضغوط أسعار النفط الناجمة عن الأزمة الليبية لن تحقق الأثر المنشود، هل تؤيد ذلك؟ بالنسبة إلي لقد قلت أن المشكلة ليست لا تكمن في كمية العرض، لأن الأسواق هي مشبعة والمملكة العربية المتحدة وأوبك مجتمعة يمكن أن تضخ لحوالي زيادة تصل إلى 4.5 إلى 6 ملايين برميل في اليوم، فالمملكة السعودية وحدها تمكن أن تضخ من 2 إلى 4 ملايين برميل. فلا ألتقي مع إيران بما يخص مشاكل المعروض، لأن أوبك هي قادرة، السعودية وحدها قادرة على سد النقص في الإمدادات الذي يحدث. فليبيا فلا تشكل أكثر من 1.6 مليون برميل في النهار. نعم، هل تتوقع ارتفاع أسعار الغاز نتيجة بروز هذه المادة كبديل أساسي للطاقة النووية مع احتمال تحولها إلى الركن الرئيسي في تركيبة مصادر الطاقة العالمية؟ إن اللايت سويت أي النفط العالي الجودة عندما تزيد الـ API أي البروبان والبيتان هو موجود بنسبة أكبر، فأعتقد أن ما ستكون إليه أسعار الغاز سترتفع مع النفط، فهذا شكل طبيعي. لكن يجب أن نرى ماذا سيحدث في ليبيا، ماذا ستكون الأمور بعد العدوان التي تتعرض إليه، هل ستقوم الصين والهند بعدما قال المسؤولين في ليبيا أنهم سيقدمون امتيازات نفطية بشكل مباشر
لدول صديقة واعتبروا الصين والهند مثلها؟ هل ستكون إليه الأمور في ليبيا كما كانت الأمور على أيام صدام حسين، نفط مقابل الغذاء وإلى ما هنالك، أم ستحسم الأمور بشكل نهائي؟ وماذا ستكون إليه الأمور في البحرين بعد المشادات التي تحدث بين الإيران والسعودية والمملكة السعودية؟ ماذا ستكون إليه الأمور وهنالك انتخابات قادمة في نيجيريا؟ فكل هذه الأمور يمكن أن تزيد من أسعار النفط والغاز وغيرها. نعم، الكارثة اليابانية والأخطار المتعلقة بالتسريبات الإشعاعية، هل سيجعل الدول المستخدمة للطاقة النووية تعيد حساباتها بشأن هذه الاستخدامات؟ سيكون هنالك مثل رجوع إلى الوراء بالنسبة للطاقة النووية، لكن إن الطاقة النووية لن تكون بديلا للنفط للسنوات القادمة، فلا أظن أن ستكون بديل للنفط، لأن سيكون هنالك طلب أكثر فأكثر على النفط. ولا ننسى، يمكن أن نعتبر أكبر شريحة تحت النفط يستعمل للأنرجي فقط، فالنفط يمكن يستعمل في الصناعات وغيرها، فلا خوف على الطلب بالنسبة للنفط في العالم، فيمكن أن يستعمل في أكثر من 10,000 منتوج النفط، منتوج صناعي. نعم، في حال طبقت الأمم المتحدة العقوبات على ليبيا والتي سيكون من نتائجها عزل ليبيا عن الشركات الكبرى، كيف تتوقع طريقة تعامل النظام الليبي مع منتجاته النفطية؟ لقد ذكرت للتو أن النظام الليبي يحاول أن يجذب عطف الهند والصين وأيضا ألمانيا في أوروبا، فقال أن سيقدم إليهم عقود وامتيازات، وستكون الأمور على خلاف ما كانت إليه في السابق، لأن كانت طريقة الإطاعات هي الطريقة المفتوحة التي كانت من قبل. فلقد ذكر أن يمكن أن يكون هنالك امتيازات نفطية بشكل مباشر، فهل ستتدخل الصين والهند؟ لأن الصين لديها مطامع كبيرة في أفريقيا بما يخص النفط، فهل ستستخدم الفيتو لكي تحمي بعض الشيء نظام العقيد الليبي الهش، أم سيكون هنالك حسما؟ فلا ندري ما ستكون إليه الأمور. نعم، قال الأعضاء الخليجيون في أوبك في وقت سابق إنه لا حاجة الآن لاجتماع المنظمة، ولكن وزير الخارجية النيجيري قال إن المنظمة قد تجتمع لمناقشة المعروض بعد أزمة اليابان، هل تتوقع أن يحدث هذا الاجتماع وما مدى ضرورة هذا الاجتماع مع أنك ذكرت أن المعروض لن يتأثر في هذه الفترة؟ بالنسبة إلي ليس هنالك من حاجة لهذا الاجتماع، لكن إذا كانت الأوبك تريد أن تلعب دورا وتنسيقا أكبر بوجه الشائعات التي تأتي من إيران بأن لا يجب، إذا كانت أعضاء أوبك كل واحدة على حدة ستقوم بزيادة المعروض فلن يكون هنالك من أثر، إذا أرادوا أن يبعثوا برسالة واضحة أن هنالك تنسيق قوي ويمكن أن يؤثروا على ما يحدث في الأسواق، فربما يمكن أن يعقد، لكن بالنسبة إلي لا ضرورة لذلك. نعم، مخزونات الخام الأمريكي ارتفعت بمقدار 1,750,000 برميل في أكثر من المتوقع، بأكثر من المتوقع، هذا الارتفاع يعني هذا الارتفاع جاء بسبب زيادة الولايات المتحدة من وارداتها، هل أسعار الخام في مستويات المئة دولار تعتبر أسعار مرضية؟ أنا بالنسبة إلي الخام الأمريكي، الأسبريد بين الخام الأمريكي والبرنت كرود لقد انخفض، وأتوقع أن اللايت سويد اللي هو العالي الجودة أن السبريد سينخفض أكثر فأكثر، وأتوقع أن حاجز الواحد 105.50 يمكن أن يكسر، وإذا كسر هناك حاجز 109 و110، فأتوقع أن النفط هو لمزيد من الصعود في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة.
نعم، الأستاذ جهاد الحكيم المحلل المالي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نعود إلى أخبارنا وتحديدا خبرنا حول باقي المعادن. ارتفع سعر الفضة إلى 34 دولار و77 سنت للأوقية من 34 دولار و18 سنت، وارتفع البلاتين إلى 1711 دولار و50 سنت للأوقية من 1697 دولار و49 سنت، في حين زاد سعر البلاتيوم ليصل إلى 722 دولار و47 سنت للأوقية من 704 دولارات و50 سنت. للمزيد من التفاصيل حول أسعار هذه المعادن ننتقل معا إلى الجداول التالية.